الهدف طبعا من دار المقاولاتية هو ثلاث محاور أساسية، هو تحسيس وكذلك تكوين ومرافقة الطلبة حاملي المشاريع لإنجاز مشاريع، وقبل ذلك المساهمة في تحفيز وتشجيع الروح المقاولاتية داخل الجامعة وكذلك بين الشباب بشكل عام. الهدف نتاعنا بشكل أساسي أنه يكون هناك احتكاك مع كل ما يتعلق بإنشاء مساره المهني المقاولتي والجانب الأكاديمي العلمي في الدراسات العليا الدكتوراه